السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. وباقتراب حلول الشهر المبارك شهر رمضان، غنقترح عليكم شباكيه بطريقه مبسطه وكتجي لذيذه في المذاق. نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. غنحتاجوا كيلو ديال الدقيق، كاس ديال العنبه ديال الزنجلان اللي حمرته غير شويه وطحنته حتى ولا لي بحال واحد العجينه، كاس ديال اللوز بقشوره ما كيكونش محمر، انا عندي هنايا بلا قشر طحنته مزيان حتى ولا عندي بحال العجينه. عندي معلقه كبيره ديال النافع مطحون مزيان ومغربل، صفار ديال البيضه، كاس ما عمرش ديال الزبده مذوبه، عندي كاس ديال زيت البلديه، كاس ونص ديال الماء زهر، نص كاس ديال الخل، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، شويه ديال الخميره ديال العجينه، قبصات الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنايا الخرقوم او ملون غذائي. ممكن تستعملوا الزعفران الحر الا كان متوفر عندكم. خديت شويه ديال الزعفران الملون خلطته مزيان مع الخل. وبالنسبه للخميره، انا عندي هذه الخميره حبيبات، غادي نخلطها مع الماء زهر باش تذوب ليا دغيا. بالنسبه للماء زهر فغنحتاجوا كاس ونص. فواحد الاناء غادي ندير الطحين، غادي نضيف عليه القرفه، النافع مطحون ومغربل، غادي نضيف اللوز، الزنجلان، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الزبده، وصفار البيضه، وغادي نحاول انني نبسبس هذاك الطحين بدوك المواد حتى كينسجم ليا مزيان. غادي نضيف داك القبيصه ديال الملحه مع داك معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نخلط من جديد. بعد ما بسبسنا مزيان الطحين بدوك المواد اللي ضفنا في الاول، فغادي نضيفوا المواد السائله، غادي نضيفوا الخل مع الماء زهر. بالنسبه للماء زهر فكنحتاجوا كاس ونص. بالنسبه للعجينه فضروري انها تجينا شويه قاصحه، ماشي قاصحه بزاف، يعني كتجي شاده راسها كيف ما معروف على الشباكيه، فالعجينه ديالها كتجي كتبغي تكون شاده في راسها مزيان وما كتكونش رطبه. كنحاول انني ندلكها بيدي شويه، كندخل هذوك العناصر في الطحين. انا غادي نكملها دلك في العجانه، غندخلها حتى تدلك ليا مزيان، واللي بغى يدلكها بيدي فكتعطيوها واحد 15 دقيقه ديال الدليك. بعد ما تدلكت ليا العجينه ديالي مزيان فكنحاول انني نشكل كويرات، يعني بالحجم اللي بغيتو كنشكل كويرات، وكنغطيهم بفيلم غذائي باش ما كيقساحو ليناش. غادي نخليهم يرتاحوا ليا 15 دقيقه ونتلاقاو باش نسرحوهم. كناخذ الكره الاولى كنحاول اني نسرحها بالدلاك على هذا الشكل، ومن بعد كنطويها على ثلاثة كيف ما موضح، وكنحاول انني ندلكها على الطول بهذا الشكل. بالنسبه للطيات هادو اللي كنطويو بهم العجين فكيخليو لينا الشباكيه ديالنا تجي مجعبه من الوسط. Thank you.
والخامس كنقلبوا على دوك جوج الاشرطه اللوالا. وبالنسبه لدوك لودينس فكنحاول انني نلصقهم، كندير لهم واحد القريصه وكنقلب بهذه الطريقه وكنزير على دوك الجنيبات. نعاود وحده اخرى، كناخذ دوك جوج الاشرطه اللي كاينين الفوق كنحطهم فوق جوج الاشرطه اللي كاينين لتحت، كنحاول انني نحلها شويه من الوسط، وكناخذ داك الشريط الخامس كنحطو على دوك الجوج الاشرطه اللوالا وكنقرص هذوك لودينات وكنقلب. هذه هي الطريقه، فسهله جدا والفيديو راه موضح. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كملتهم في التشباك. كنخليوهم، ما كنغطيوهمش، كنخليوهم كيتشمعوا لينا عاد كنبداو نقليوهم. وجدت واحد الحمام ديال الزيت اللي سخنتها مزيان، ومن بعد نقصت في البوطه، يعني درت على غنطيبو الشباكيه على حراره متوسطه. بعد ما كنعمروا الطاوه ديالنا فكنحاول انني نحركهم بشي عود باش توصلهم الزيت. بعد ما تقلاو لينا فكنطفوهم مباشره في العسل، وهما مازالين سخان على العسل كيكون بارد. كنخليوهم شويه في العسل، من بعد كنصفيهم وكنوضعهم في واحد الشبكه ولا شي كسكاس حتى كيقطر لنا هذاك العسل. فكنعتذر ما تصور ليش المقطع. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. فانا زوقتها بشويه ديال لوس ايفيلي، ممكن تزوقها باي حاجه كتعجبكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.